مشوار فني حافل لأزيد من 20 سنة تلقب بكوكب المغرب. السيدة حياة الإدريسي بصدر رحب ستشاطر من جديد قصتها مع مرض السرطان، فقبل 10 سنوات وبعد فحوصات روتينية ستكتشف إصابتها بنوع من أنواع الأورام اللمفاوية المسمى بهولشكين. بعد الدياغنوستيك ما فهمتش بعد الاسم المرض، وحمدت الله اللي ما فهمتش، لأن كل فهمت كان حتى الزوج ديالي ما كانش، كان يلاه غيجي من الدار البيضاء وما جا عندي مع 8 الصباح، والزوج ديالي ما يجي حتى ل 10 ديال الصباح عاد غادي يجي. الراجل لقاني تنبكي، قلت له دابا بلا كذوب بلا والو، دابا حنا مزوجين وبيناتنا وليدات، موت واحد كاينه في محتوى، موت وحده كاينه في الدنيا، دابا ولا من بعد وقت ما كتب الله سبحانه وتعالى غادي تهدي. هو مرض تشكل فيه نسبة العلاج أزيد من 90%، لكن يستلزم الإرادة القوية وتحمل تبعات العلاج المضني والطويل الأمد. طبيعة العلاج طبعا شيميوثيرابي، شيميوثيرابي كان البروتوكول ديالها سيتي بياكو أباس دو نيكليير، كاين دي برودوي اللي فيهم دواوي. كانوا 6 لي سيونس في الاول دو جوج باش يحيدوا الشك، صافي. من بعد الحمد لله لو برومي بروتوكول البرومي داك كونترول كانت الحمد لله ما بقات حتى شي حاجه، بخير وعلى خير. تتذكر ان في فتره نقاها شاركت في انجاز اغنيه حول المغاربه المحتجزين بتندوف، ومباشره بعد العلاج اهتمت بالعمل الاجتماعي في مجال مكافحه داء السرطان. خلال المرض ديالي كنت كنخرج كنشوف ناس عيالات مساكن عندها مثلا الله يستر سرطان الثدي، الله يحفظ الجميع والله يشافي الجميع، وعندها الدياغنوستيك في الدواء ولكن ما عندهاش باش تعالج. جات الجمعيه دلاله سلمى اللي سهلات الماموريه على عده نساء، وحتى بحيث اللي جايه من شي مدينه اللي ما كيتواجدش فيها مثلا الشفاء، عندها دار فين تنعس هي والمرافق، زوج او ابن او ابنه او اخت او هذا دور الحياه. وهذه رساله شكر من الاميره جليله سلمى على المشاركه في الحمله التحسيسيه كشف بكري بالذهب المشرب. تكن حياة الإدريسي تقديرا خاصا لزوجها وأبنائها الذين ساعدوا كثيرا في تخطي الفترة المرضية العصيبة، فترة حبلى بمجموعة من الذكريات التي لا تنسى. أنا فريمون فاش عرفت لا غرافيتي ديال المرض هي فاش ماما بدات كدير الدو، إلا إيسي تشرح لينا ورجعت كاع دوك لي زيفي سكوندير بدي شوز كيضحكوا. بحال دابا فاش ما بقاش عندها الشعر كانت كتقول لنا انا وليت كنشبه الفركوس. سي فري، وحنا فاش كانت ماما مريضه كنا كنتسناو فوقاش ينوض ليها الشعر، وباقي العقل اول شعره نضت ليها نضت لها هنا. تقول شي حاجه اللي هي حقيقيه ما فيهاش. سي فري، صعيب تكون بحالها. جو سوي تخي فيغ نكون بنتها وبنت حياه الادريسي، انا تخي تخي فيغ. انا في المرض استفدت من بزاف ديال الاشياء، عرفت فيها الصديق، عرفت فيها الرفيق، عرفت فيها الزوج، عرفت فيها لو سوتيان ديال المجتمع المغربي ككل، عرفت فيها الله سبحانه وتعالى طبعا اللي كنت كناجيه ليالي وليالي 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 ولا زلت وغنبقى حتى لاخر رمق. يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي، يا محمد بيك تنشهد من بعد الله، يا محمد كل شفيع يوم المعادي، انت عين الرحمة يا النبي عظيم الجاه.